يا دكتور محمد، أنت ذكرت للتو الإعلام، وبالتأكيد أنت تتابع الإعلام، والإعلام منذ عصر أمس حتى اللحظة تقريبا يبث صورا مرعبة من مطار كابول، أعداد غفيرة تحاول أن تفر وتهرب من مطار كابول. يعني هناك أشخاص حتى اختاروا أن يتمسكوا بعجلات الطائرة المغادرة، ورأينا أناس تسقط من الطائرة، يعني في مشاهد محزنة للغاية. من هؤلاء؟ لماذا يفرون هكذا؟ لماذا يعني يخافون من طالبان إلى هذه الدرجة؟ في الحقيقة ما تفضلتم به، في الحقيقة نعم، مثل هذه الصور ومثل هذه الأحداث تؤلمنا، ونحن نأسف لحدوث مثل هذه الأحداث. ولكن أنتم تعرفون مطار كابل في يد من؟ ومن هؤلاء الذين جاءوا بهؤلاء ويقولون لهم بأننا نريد أن نأخذكم معنا إلى الخارج؟ من هؤلاء؟ نحن أصدرنا بهذا الخصوص هناك بيان، وقلنا في هذا البيان وبالأخص للولايات المتحدة الأمريكية بأنكم إذا أنتم تنسحبون فأهلا وسهلا، وكان هدفنا هذا، ولأجل ذلك نحن قاتلناكم 20 سنة، فأنتم تفضلوا خلاص. أما الأفغان فهم أبناء الوطن، نحن جميعا أبناء شعب واحد، ونحن إخوة، فنحن نتعامل فيما بيننا، ونحن طمننا هؤلاء مرة بعد مرة وأصدرنا بيانات، وبالأخص في عيد الأضحى الماضي كان هناك بيان لأمير المؤمنين، وهذا أعلى مستوى عندنا، وفيك إطمئنان لجميع أطياف الشعب ولجميع حتى الذين عملوا مع الاحتلال وعملوا مع الأمريكان. وإذا كان هناك عندهم تخوفات فنحن أصدرنا هناك بيانا خاصا بالمترجمين الذين كانوا مع الأمريكان، وقلنا لهم بأن هذا بلدكم وهذا وطنكم الذي مضى مضى، نحن نريد أن نتطلع إلى المستقبل، نريد أن نبني هناك مستقبلا زاهرا لبلدنا ولشعبنا. طيب. أما للأسف إذا كان هناك مثل هناك يعني الآخرون يقومون بمثل هذه الأعمال وأنهم يورطون الأبناء الشعب في مشاكل، فإذا هم قاتلوا هناك 20 سنة وقتلوا الشعب وفعلوا كل شيء. طيب. إذا مثل هذه الأحداث للأسف ليس لنا نصيب في هذا، بل هذا من قبل الآخرين. طيب يا دكتور محمد، أرجو أن تعطينا إجابة يعني واضحة. من هؤلاء؟ ما هي هذه الأعداد الغفيرة في مطار كابول؟ من هؤلاء؟ هل هم من الشعب الأفغاني؟ هل هم متعاونون مع الأمريكان كما تلمح أو كما تشير؟ نحن أيضا لا نعرف المعلومات الدقيقة من هؤلاء، ولكننا سمعنا بأن الأمريكان، وهذا طبعا الأمريكان أعلنوا وغيرهم من الدول، بأن الذين عملوا معنا منذ 20 سنة نحن سنأخذهم معنا، وأنتم سمعتم هذا الإعلان، وهذا لا يخفى على أحد، هذا جاء في الإعلام في الإعلام الغربي وغيره، وأنهم قالوا هذا، بل هناك طلب من بعض الدول بأنهم ينقلون هؤلاء أولا إلى تلك الدول، بعد ذلك ينقلونهم إلى أمريكا أو غيرها من الدول. وهنا كان هناك جدال حول هذه الموضوع في البرلمانات الغربية، هذا لا يخفى على أحد. إذا من إذا كان هناك هذا الترغيب وهذا لهؤلاء بأنكم سنأخذكم هناك وهم ستكون هناك أمينين مطمئنين وأن لكم حياة كريمة، مثل هذه الوعود لا نعرف هل ستوفى بهذه الوعود أو لا، وهذا أمر آخر. أما لماذا فالبلد والوطن هذا؟ طيب. مهما كان هناك أوطان أخرى. طيب. فالبلد الحقيقي هذا لا يمكن تبديله بأي بلد آخر.